بداية الفيديو حاب أنوه هنا راح يكون في رابط موجود تحت تقدر تستعمل عشان تطلب طلب مسبق وتفاصيل زيادة ممكن ما تسمعها خلال هذا الفيديو، فتقدر تشوف الرابط اللي موجود تحت. بهذا الفيديو راح نركز على الاس 20 اولترا. يعطيكم الصحة والعافية، معكم أحمد بوريكو من سان فرانسيسكو. سامسونج توها أعلنت عن سلسلة الجالكسي S20 الجديدة. S20 ليش؟ دخلنا احنا الحين في عقد جديد ومسمى جديد، فممكن توقع السنة الجاية يكون سنهم S21، الله أعلم. بس شنو الشغلات اللي تغيرت بهذا التليفون؟ ليش انت اليوم ممكن تفكر انك تستثمر بسلسلة الجالكسي S20 وبالتحديد لما نتكلم عن S20 Ultra؟ ثلاث شغلات أساسية هم اللي راح يغيروا لك تجربة التليفون، ونبلش أول شيء مع الملموس. أكثر شيء هو الكاميرا الموجودة هنا، تحسنت بشكل مضاعف جدا 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 من ناحية مو بس الشكل، من ناحية السناسر اللي انت ممكن تحصلها هنا. أساسية راح تكون 108 ميجا بيكسل، رقم وايد وايد كبير. وهل انت فعلا تحتاج كثافة بيكسلات هذه العالية؟ بالذات لما تيجي تحط ببالك ان انت راح يكون عندك شيئين ما تقدر تسويهم الا لما يكون عندك كثافة بيكسلات عالية، راح تستفيد من 108 ميجا بيكسل بهذه الطريقة. اول شيء حسنوا لك الباينري بيكسلينج، شلون تقدر انت تستعمله على التليفون بسبة كثافة البيكسلات العالية. فتقدر انت تعير ان كل بيكسل واحد يكون فعليا دخلت 9 بيكسلات منفصلة عشان يعطيك إضاءة أفضل لما تيجي تتصور التليفون. الشيء الثاني راح تستفيد منه إن عقب ما تلتقط أنت صورة بحجم 108 ميجا بيكسل، ما تحاتي إن أنت راح تخسر من كثافة البيكسلات عقب ما تزوم على الصورة بعد ما تلتقطها، وهذا شيء مرة ثانية بسبب كثافة البيكسلات. بس من ناحية السوفتوير، شركة سامسونج عدلت لك كم بعد أمور وايد كثيرة من ناحية شنو تقدر أنت تحصل حق الكاميرا. نفس المومنت تقدر إن أنت تلتقط لقطة واحدة، ومن خلال هذه اللقطة تقدر تحصل لقطات إضافية الذكاء الاصطناعي يقدر يصنع لك إياها. نفس يستعملك فلاتر مختلفة أو يستعملك حتى عدسات بوضعيات مختلفة، نفس الزاوية العريضة أو حتى الكروبينج تول. شيء ثاني تستفيد منها حق الكروبينج إن أنت تقدر تعير التليفون إنه هو بروحه مع الذكاء الاصطناعي يأخذ لك لقطة موجودة بلقطة نفسه عشان يعطيك تجربة أفضل لما تيجي أنت تأخذ الصورة. وهذه مرة ثانية راح تستفيد منها بسبب كثافة البكسلات مات 108 ميجا بيكسل. غير كذي شركة سامسونج حطت لك الـ 100X زوم، تقدر تزوم لـ 100 مرة وما تخسر الدقة الموجودة عندك. قدروا يسوون هذا الشيء مع التلفوتك لينز الموجودة هني عشان يساعدون من ناحية شلون تقدر انت تقرب الصور بس ما تخسر بيكسلات وتشتغل بشكل مناسب مبدئيا. طبعا هذه الأمور كلها تحتاج ان انت تستعمل التليفون مدة أطول عشان تقدر تشوفها فعليا شلون هي تشتغل معاك لما تستعمل التليفون، بس مبدئيا اللي انا قاعد اشوفه أداء وايد وايد حلو. بعدين كاميرا أمامية صارت 40 ميجا بيكسل ومبدئياً قاعد تشتغل بشكل مناسب حق البورتريت مود من ناحية الحدة الزيادة اللي تقدر أنت تحصلها. الشيء الثاني اللي ركزت لك عليه شركة سامسونج من ناحية التجربة راح يكون الشاشة نفسها. صارت الحين عندنا ديناميك أموليد إصدار الثاني، مو بس البصمة صارت حتى إصدار الثاني مالت الألتراسونيك فينجر ريدر، لا حتى الشاشة صارت تدعم لك تردد عالي هاي ريفرش ريت 120 هرتز. هذا الرقم مرحب فيه، راح يساعد من ناحية التجربة مالت التليفون إنه يعطيك سموث إكسبيرينس. طبعا صعب إن أنا أقول لكم إياها على الكاميرا، وراح يعطيك هم تجربة أفضل حتى حق الألعاب. غير الجيم بوست فيتشرز الجديدة الموجودة هنا مع الذكاء الاصطناعي، التليفون راح يعطيك أداء وايد أفضل من ناحية الألعاب، من ناحية أداء العام لما تيجي تستعمل التليفون وتتنقل ما بين القوائم بسبة الـ 120 هرتز ريفرش ريت. وعندنا حتى الليتنسي زاد لـ 240 هرتز عشان يلقط الأوامر من ناحية المستشعر مال الحساس الموجود حق الشاشة نفسها. والشغلة الثالثة والأخيرة هي أكيد المواصفات عامة. نفس البطارية ترقت لـ 5000 ملي أمبير عشان يقدر يعطيك استخدام متواصل على الأقل يوم من ناحية الاستخدام المكثف، بالذات لما تحط ببالك التردد العالي حق الريفرش ريت وحجم الشاشة الكبير 6.9 بوصة مع ريزولوشن مال كواد اتش دي بلس. معالج سناب دراجون 865 مبني على معمارية 7 نانومتر. عندك كونفيجريشن يبلش 12 جيجا بايت رام مع 128 ووصل ل 16 جيجا بايت ذاكرة عشوائية مع 512 جيجا بايت ذاكرة تخزينية. حط ببالك ان هم بعد راح يجيك مع 16 جيجا بايت ذاكرة عشوائية من نوع ال LPDDR5 و512 جيجا بايت ذاكرة تخزينية من نوع UFS 3.0. التليفون راح يكون طيارة من ناحية جميع المعايير. هذه الشغلة هم بعد اخذها بعين الاعتبار مع ال One UI ستار 2.1 اللي يكون مبني على اندرويد 10 مع مواصفات جديدة من ناحية الفانكشنات اللي تحصلها نفس دارك مود وغيره، تحصلهم مني من هناك داخل النظام على التليفون. هذا مبدئيا كانت نظرة أولى حق التليفون. أكيد إن شاء الله تأكد أنت مشترك عشان تشوف المراجعة الكاملة بإذن الرحمن بأسرع وقت ممكن، وتأكد تشوف الفيديو الثاني اللي راح يكون حق الجالكسي S20 Plus مع S20 العادي. وإذا أنت ما كنت مشترك تأكد تضغط على الزر الأحمر وتفعل جرس التنبيهات عشان تكون من الأوائل تشوف الفيديوهات الثانية. مشكورين على دعمك وبس. سمحنا على طال الكسور، سنتكم تعيشون أحمد بوعركي. فما الله كريم.